بدأت اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال مؤتمر الجمعية الطبية العمانية ومعرض عمان الدولي للصحة ويستمر 3 أيام. قسم الرعاية التنفسية بوزارة الصحة يحقق إنجازاً نوعياً بتهيئة جهاز محمول مساعد للتنفس وآخر لتصريف ثاني أكسيد الكربون لطفل يعاني من صعوبات في التنفس وارتفاع ثاني أكسيد الكربون بالجسم. افتتح اليوم في العاصمة الجزائرية معرض المنتجات العمانية أوبكس ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري. يهدف المعرض إلى تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين السلطنة وجمهورية الجزائر. الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تحث المواطنين الباحثين عن عمل على ضرورة تنشيط حالة البحث عن عمل عبر الرسائل النصية القصيرة أو الموقع الإلكتروني اختصاراً للجهد والوقت. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل اليوم بواقع دولار أمريكي و42 سنتاً ليبلغ 53 دولاراً و94 سنتاً للبرميل.